كلام الرئيس من بدري. خلاص الرئيس قال خلصنا وعملنا، مش لسه، لا عملنا وخلصنا، وقال من بدري مستعدين لده. سيادة الرئيس وضح انه ده معناه ايه؟ تستعد لمستقبل بلد، ما ينفعش تبقى سايب يعني معلوماتك وبياناتك كلها الا وانت في يعني اماكن واماكن مؤمنه تامين كامل بفضل الله. عشان كده امبارح كانت تساؤلات. مصر الحمد لله عشان عملت واستعدت مبكرا، وكمان مش لبكره والبعد والبعد والسنوات القادمه، تعمل ده وتجهز كل شيء. العمل الاستباقي مش هتنتظر يحصل لا قدر الله اي قرصنه، فتبدأ من بدري. اشتغلت اهو وعملت وجهزت والحمد لله، بقت بياناتك النهارده يعني مؤمنه تأمين كامل الحمد لله. وزي ما بقول لحضراتكم، واللي حصل امبارح في مختلف دول العالم قد يكون صدفه، قد يكون صدفه، ولكن نتعامل مع انه ممكن يحدث يتكرر تاني. طبعا ممكن يتكرر تاني واقوى من اللي حصل امبارح، وارد جدا. لكن مين بقى اللي يبقى الان اللي ما عملش زي اللي مصر عملته؟ احنا عملنا، لان هناك عندك من بدري انت اشتغلت على ده. ازاي يامن بيانات الشعب المصري؟ ازاي يبقى حافظ ويعني تبقى يعني عندك معلوماتك كلها موجوده؟ ما تاثرناش بالخلل التقني العالمي امبارح، بفضل الرئيس اشتغل من بدري، منظومة الدولة اشتغلت، أجهزة الدولة مؤسستها، خبراء وعلماء ومصريين اشتغلوا عشان يحققوا هذا الأمر. لأنه أنت متخيل أنه أنظمة ملاحة جوية تقع منك؟ وأنت متخيل ده معناه إيه؟ معناه إيه لا قدر الله؟ وحركة الطيران ممكن يحصل لها إيه لا قدر الله؟ أنظمة التحرك، طب علاج على سبيل المثال، يعني ده معناه ايه؟ بنوك، تعرفين لا قدر الله حصل بنوك يحصل ايه في البنوك؟ بدي امثله بسيطه. مؤسسات الدوله الاخرى، كل مؤسسات الدوله لو حصل فيها لا قدر الله خلل، انتوا متخيلين ده يبقى ايه بالنسبه لدوله بحجم مصر؟ فاحنا الحمد لله عندنا، الحمد لله عندنا تأمين من يعني هذه النوعية، وده يمكن هنتكلم عليه بشكل مفصل. مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اللي رئيس تم تأسيسه في 2018 وافتتح في إبريل الماضي، المركز اللي قدامكم ده افتتح في إبريل الماضي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اللي قدام حضراتكم ده في إبريل الماضي. فاحنا الحمد لله يعني، لكن زي ما بقول كده انت برضو لازم تتعامل مع كل التطورات. وزي ما بقول لكم عندنا يعني ناس شغالة جدا في الملف ده.